السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. اليوم غنوجدوا معكم غريبه ديال ريش بون الكحله. هذه هي ريش بون، وغادي نديرها معكم ان شاء الله وندوزوا المقادير ان شاء الله. عندنا جوج البيضات، ربع ديال السنيده، جوج كيسان ديال الزيت، جوج خمارات، فانيا، قشرة ديال الليمون، شوية الملحة، دقيق على حساب خالي. دابا نخلطو كلشي مزيان، الدجاج صغناصو مزيان مزيان، وغنضيفو الدقيق، الخميرة، الخميرة هي اللي غتخليها رطبة باش تجي زوينة. دابا نبداو نديرو في الدقيق، دابا نضيفو الدقيق، نحطو بشوية بشوية حتى نجمع لينا العجين، نديرو خميرة، تجمع لينا العجين. دابا هذا هو القوام ديال العجينة، كيجي رطب بحال هكا، كيجي رطب كورو هكا، كويرات صغار تاهي ساهلة الحلوة مزيان ورخيصة وضغي تتوجد. دابا غنكورها ونديرها في الطاوله ان شاء الله، نديرها في فران سخون، نشعل على من التحت حتى طيب، نشعل على من الفوق. وعاد ملي نساليو غنوجدو لها واحد الصلصة اللي غتجي فيها، غنديروها مع كاكاو والحليب والشوكولاط، نديروها فيه ونديرو عليها الكوك، نجي بحال شكل تقريبا شكل غاش بوند. هيا هادي مقاديرها مختلفين على غاش بوند اللي درت ليكم ديك النهار. بعد ما درنا القوام ديالو هو هذا كيجي، دابا غنبداو نكورو فيها ان شاء الله. نكورو فيها هكا، نمرو على الطاوة ونحطوها. هاهي دابا بعد ما كورتها غنديها نشعل عليها الفران من تحت طيب، عاد نشعل عليها من الفوق. ملي طيب ان شاء الله غنديروا لها ديك الصلصه اللي قلت لكم ديال الشوكولاته، الغبره والحليب وواحد الشوكولات مربعات، واحد ربعة ولا خمسة المكعبات ديال الشوكولات مربعات، وان شاء الله ملي نصايب الصلصه نوري لكم. هذه هي الصلصه اللي غنديروا دابا، غنخلطوها مع بطاطا، يعني جوج كيسان ديال الحليب، ثلاثه المعالق ديال الكاكاو، وثلاثه القطع ديال الشوكولاط. غنديروا الكاكاو مع الحليب ونخلطوه مزيان في الجانسو، في الجانسو نخلط مزيان،
وغنديرو فوق البوطه حتى يغلب مزيان 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 مزيان، ونديرو ليه نضيفو هذوك الشوكولاطه تذوب فيه، ومني تذوب غادي نديرو فيها غندهنو بها الحلوى ديالتنا، نديرو لها الكوك. دابا هي بعد ما طابت غنديروها في الشوكولاطه هي والحليب الصلصه اللي قلت لكم، نصفيها بحال هكا نديرها في الكوك صافي، ندير لها هكا غير بشويه حنطرا ولا تهشيشه بزاف هكا. ندير غير بوحده بوحده علاش كلها خطره تقطعتينا بزاف هايا دابا ندير لها هكا هي شكي جي الشكل ديالها الشكل ديالها زوين ان شاء الله. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها هذه هو الشكل ديالها النهائي هو هذا شكل كتجي كتجي هشيشه ورطبه وزوينه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا علينا ان شاء الله. يلا السلام عليكم.